اولا دابا حنا لجينا وجينا غير باش ننجحوا هذه المره ونعاود ننجحوا المره الاخرى ونعاود ننجحوا المره الاخرى بلا ما نحلوا المشاكل. دابا الا جبتي غير بلومبي الدار عندك مشكل في الماء دخل عندك وبقى يدهشرك بالكلمات الحلوه وداك الشيء وكذا ويصوب لك داك الشيء ويدير لك شويه ديال السكوتش واللصقه وداك الشيء وخرج قلت لك والله الا هذا البلومبي راجل غزال ريف ومؤدب وحلو وكذا وعاوتاني دازت واحد الايام وعاوتاني هذاك الماء عاوتاني بدا كيسيل والله انعيط على داك ولد الناس عاوتاني جبتي ما يطلع لكش الدم واحد النهار حتى الفوق تقول اشي ديالنا غنجيب شي بلومبي واعر قبيح وين اللي غيصوب لي هذا التويو ما بغيتوش باقي يسيل عليا. حنا رحنا جينا باش نقادو التويو وصبتو بلاتي لا غير وصبتو فين كاين الفويت. لا طبعا شوف انا نقول واحد القضيه كنت كنجلس في هذاك رئاسه الحكومه وكيبان ليا كاين واحد السقف بحال هكذا وتيبان ليا داك صندوق المقاصه بحال شي قادوس دايز فيه الفلوس سمحوا لي وهذوك الفلوس شوف السي سعيد تعيات حظي هذاك الشيء كنعرف انا دابا ملي وليت رئيس وليت كنعرف التفاصيل كيفاش داك الفلوس كيخرجوا منه هذه ديال لاسيرونس هذه ديال هذه شحال تحظي وشراو في البحر وشراو في البر وشراو هذه الشهر وشراو هذه شهرين وكان الثمن كذا كي غيديروا هاد الناس ديال الاداره يحظي وهذا اذا كانوا يعني الا بغينا نقولوا انتغ وغادي يكونوا دي جون انتغ ولكن ماشي كلشي انتغ ويساجي با دو 10000 درهم ولا 100000 درهم راه هذيك لقيتهم كيتسالونا في اللي جيت 15 مليار ديال الدرهم ومن بعد 21 هادشي غير المحروقات ماشي الكومبونساسيون كلها من بعد ارتفع 15 مليار ديال الدرهم ل 21 مليار ديال الدرهم وانا كنشوف هذاك التويو دايز منه داكشي كنقول كيفاش غندير نتفك من هاد المصيبه قلت هذا ما ينفعني معاه غير نقطعو والكي هو اخر الحلول واتصنت الكي هو اخر الحلول لا انا جاتني واحد الحاجه غنعاودها لكم في رمضان حتى هي بس لا شويه ولكن حمضه انا كنعقل بلي كنا صغار كان واحد الكلب عندنا في الاسره وهذاك الكلب غليظ وصحيح ولكن مهلوك علاش لان لاصقين فيه الكراد كتعياتو كلو هو مهلوك لانه دوك الكراد كيسفوا الدم بان لي داك الصندوق ديال المقاصه بحال لاصقين ليا فيه الكراد وغنعيا نحيد داك الكراد غيسخفوني قلت خاصني نقطع باباه قطعته بلاتي خلصت لهم 21 مليار ديال الدرهم دابا ما كيعرفوني ما كنعرفهم. الميزانيه ديال المغرب ربحات من 2012 ل 2016 على الاقل 100 مليار ديال الدرهم. وهاد 100 مليار ديال الدرهم السي سعيد هاد 100 مليار ديال الدرهم راه هي باقيه في الميزانيه لان احنا ما نقصناش الميزانيه ب 10 ولا 15 مليار ديال الدرهم. اجتماع في الصندوق المغربي للتقاعد ديال الاداره واحد النقابه دعت الى الاحتجاج خلال اسبوع او اكثر ويدعو الى الاحتجاج. عرفتي شحال ديال الناس جاوا يحتجوا ولا ما عرفتيش شحال؟ لا احد